في ظل الأوضاع المتوترة في العراق والمنطقة، تترقب بغداد عقد قمة يراها النواب أنها مبادرة مهمة في محاولة إعادة العراق لمركزه الدولي المهم الذي كان يفتقر له في الفترة الماضية، فإنه وبحسب النواب سينتقل من موقف المتفرج وأرض للصراعات الدولية إلى أرض للتهدئة. العراق بدأ يتحول من كان من يعقد الاجتماعات لحل مشاكل العراق، اليوم العراق هو من يعقد الاجتماعات ويدعو الاجتماعات، وتكون بغداد هي الحاضرة في سيادة التوجه السياسي في الشرق الأوسط، هذا كله داعم للعراق أيضا. استقرار العراق الداخلي أهم ما يطمح إليه رئيس الوزراء في قمة بغداد المرتقبة، فالعراق بمركزه الاستراتيجي الذي يعتبر قلب الشرق الأوسط، فإن عم الأمن الداخلي فيه فإنه سيكون على مستوى دولي. أنا أعتقد العراق كان ساحة للصراع، ويراد له أن يبقى ساحة هشة لكثير من الدول. القمة القادمة أعتقد سوف تخلق استقرار للعراق، وهذا الاستقرار ينطلق من تواجد كل الرؤساء اللي دعاهم العراق، والكل يعلم بأن المنطقة تمر بمشاكل. العراق يعد القلب، قلب الشرق الأوسط. استقرار العراق هو استقرار للمنطقة. العراق له دور أقليمي كبير في المنطقة، له دور في جمع الشمل، واليوم الصراعات الموجودة في المنطقة انعكست أيضا حتى على واقع العراق. فالتوافقات التي ستحصل بعد نجاح القمة إن شاء الله بين الدول المجاورة للعراق وبمباركة دولية أكيد سيكون لها مردود سواء على العراق أو المنطقة. مشاركة واسعة ومهمة أوروبية وعربية من شأنها أن تعيد العراق لمكانته كدولة فاعلة ومشاركة، وأيضا يعيد ثقة الدول المشاركة في العراق، الأمر الذي يؤثر اقتصاديا أيضا، فهي ستساهم بفتح أبواب الاستثمار في البلاد. القمة المرتقبة كما يراها النواب أنها محاولة لإعادة العراق لمكانته الحقيقية، حيث ستنعكس مقرراتها بصورة مباشرة على استقرار الأوضاع في العراق والمنطقة. من داخل البرلمان العراقي، محمد فراس، قناة التغيير.